لطالما تحدث المتخصصون وغيرهم عن أحقية مصر في أن تكون قوة سياحية فريدة بمنطقتها، ولطالما تغنوا المنتمون إلى قطاع السياحة بما كان عليه الحال في التسعينيات وحتى بدايات الألفية الجديدة، حين أضحت مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان لا تقوى على استيعاب أفواج الطائرات التي كانت تقلع من دول مختلفة قاصدة الأراضي المصرية بهدف السياحة. وظل الحال على ما يرام حتى ظهر الربيع العربي بالمنطقة، فأصاب مصر بقليل مما أصاب به من حولها، وتأثرت السياحة المصرية وما زالت، وإن نجحت بالفعل في أن تبقى على قيد الحياة رغم كثرة الطعون وقسوتها. ولطالما اتفق أهل العلم والأمر على أن مصر لم تستفد بعد مما تحتويه من آثار دينية، فمثلا وليس حصرا الآثار القبطية من شأنها أن تزيد من برنامج مصر السياحي وأن تجعله أكثر تنوعا. قبل شهرين تقريبا أعلنت لجنة معنية بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لانتهاء خلال 6 شهور من تجهيز 5 مواقع بالقاهرة فقط كخطوة تمهيدية، مع رفع كفاءة تلك الأماكن وتجهيز مناطقها لاستقبال زائريها. الكل ينتظر رواجا لهذا النمط الجديد الذي تسعى القاهرة لإطلاقه وبشكل متكامل، رغم الاعتراف بتحديات التعامل مع الكتل السكانية الضخمة التي تحيط بمعظم الآثار القبطية في مصر.